السلام عليكم. أشرح المحاضرة الثانية من اللي هي بالتسلسل المحاضرة رقم 4. فنحن راح نجي ندرس الفوسفوليبيد. يقول لك الفوسفوليبيد are the main lipid constituent of the membrane. إذن الفوسفوليبيد هو المكون الليبيد الأساسي للمبرين. فالفوسفوليبيد يعني ممكن تشتقل منين؟ تكون مشتقة من الفوسفاتيديك أسيد. هذا الستركتشر اللي عندي هو عبارة عن فوسفاتيديك أسيد. هو عبارة عن شنو؟ عبارة عن فوسفاتيديك أسيد. من المكون الفوسفاتيديك أسيد؟ هذا اللي بالأخضر هو عبارة عن فوسفيت أو فوسفوريك أسيد، فسفوريك أسيد العفو. وشنو وأست والإستر؟ إذن هو عبارة عن فسفرة، عملية فسفرة الفوسفيت والإستر. الإستر اللي نعرفه هنا شنو؟ هنا الإستر، هنا عندي كحول وفاتي أسيد. هنا شنو الكحول اللي هو غليسرول اللي هذا باللون البرتقالي غليسرول، والفاتي أسيد اللي هو باللون الأصفر. تمام. إذن الفوسفوليبيد هي are the main lipid constituent of the membrane. إذن الفوسفوليبيد هو المكون الليبيد الأساسي للمبرين. فالفوسفوليبيد تمام قلنا راح تشتغلي من الفوسفاتيديك أسيد. الفوسفاتيديك أسيد هو عبارة عن فسفوريك أسيد وغليسرول اللي هو الكحول وشنو والفاتي أسيد. إحنا أصلاً إيش قلنا؟ الفوسفوليبيد من المكون لي مكون لي يا أما يعني مكون من كحول، والكحول هنا يكون نوعين بالفوسفوليبيد، يا أما يكون غليسرول أو يكون الاسفينيوغوسين وفاتي أسيد شنو والفسفوريك أسيد. هذا شنو الفوسفوليبيد. زين، إذا هسه شو يقول لي الفوسفوليبيد تمام يكون مشتقلي منين؟ مشتقلي من الفوسفاتيديك أسيد اللي هو عبارة عن فوسفيت وإستر. والإستر الإستر هو عبارة عن فاتي أسيد. شنو الفاتي أسيد؟ هنا عندي باللون الأصفر، والكحول اللي هو الجليسرول. يقول لي الفوسفاتيديك أسيد هي important، مهمة كإنترميديات شنو في صناعة التتراي أسيد الجليسرول. إذن أنا من راح أصنع التراي أسيد الجليسرول راح يطلع عندي الفوسفاتيديك أسيد كإنترميديات. تمام، مثل من كالفوسفوغليسرول. هذا الفوسفاتيديك أسيد ما راح ألقى أنا but is not ما راح ألقى شنو بكميات كبيرة وين بالتشو. ما راح ألقى بكميات كبيرة بالتشو. إذن هسه نعيد هذا السلايد، ندرس نجي نأخذ الفوسفوليبيد. الفوسفوليبيد هي are the main lipid constituent of the membrane. قلنا هو المكون الدهون المكون الدهون الأساسي من للمبرين. قلنا الفوسفوليبيد راح يكون مشتقل يكون من الفوسفاتيديك أسيد. قلنا والفوسفاتيديك أسيد هو عبارة عن لأنه شنو عبارة؟ عبارة عن إحنا قلنا الفوسفور عبارة عن فوسفوريك أسيد وعبارة عن غليسرول. تمام، أو مو شو يعطي غليسرول، ممكن يكون إسفينيوغوسين وفاتي أسيد. زين، الفوسفاتيديك أسيد قلنا يكون هي مهمة كإنترميديات في صناعة شنو؟ صناعة التراي أسيد غليسرول كشنو؟ كفوسفور غليسرول. وما راح نلقاها شنو بكميات كبيرة وين؟ وما راح نلقاها كميات كبيرة بالتشو. ما راح هسه هنا هذه هنا اكو جروب، هنا راح ترتبط عند جروب، فعلى اساسها راح اصنف الفوسفوليبيد. على اساس هذا الجروب راح اصنف الفوسفوليبيد. اكو هنا راح ترتبط بالفوسفوريك اسيد مجموعة فد جروب. تمام، شنو زين شنو هذا الجروب؟ نجي ممكن يرتبط بهذا الجروب كولين. الكولين هو عبارة عن O CH2 الآن ترتبط بها ثلاثة مجاميع مثل. هذا شنو هذا الكولين؟ إذن O CH2 الآن ترتبط بها ثلاث مجاميع كولين. العفو مثل شو سميها؟ سمي بالكولين. شو سميها؟ سمي بالكولين. زين، الفوسفاتيديك أسيد ما يبقى فوسفاتيديك أسيد، شو يصير؟ يصير فوسفاتيديل. نضيف له IL عفو فوسفوتيديل. شو اسميه؟ اسميه فوسفوتيديل شنو كولين، مثل ما هو ذكر لي هنا انا يا اللي هو الفوسفوتيديل كولين. او ممكن يرتبط شنو عندي؟ ممكن يرتبط عندي الايثانولامين.
هو عبارة عن كحول راح ترتبط بيه الـ NH3 المجموعة الأمين. هنا شنو الفرق عن الكولين عن الإيثانول أمين؟ بالكولين الـ N ارتبطت بثلاث مجاميع مثل، هنا ارتبطت الـ N بثلاث أتشات. زين السيرين راح نلقى هم الـ N هم عبارة عن ثلاث أتشات، لكن بالكربون رقم واحد اللي هي طالع معتها مجموعة أمين تمام، راح ترتبط بيها مجموعة حامض الكربوكسيل الفاكشن جروب من للكربوكسيليك أسيد، فهذا يسمونه بالسيرين. زين فايش يسمونه؟ يسمونه فوسفوتيديل سيرين، أو ممكن يكون شنو؟ ممكن يكون الإيناسيتول. الإيناسيتول هو عبارة عن حلقة سداسية بها خمس ذرات كربون وشنو؟ وذرة واحدة أكسجين. ال شوف هسه نروح هنا، هسه هنا هذا المايو إيناسيتول هو الإبيمير المن للإيناسيتول، هو الإبيمير المن للإيناسيتول. إذن من يرتبط عن يعني أنا مثلا يقول لي من هذا الإيناسيتول أو المايو إيناسيتول راح ترتبط عندي بمن بالفوسفاتيديك أسيد، ما أسميه الفوسفاتيديل مايو إيناسيتول، لا أسميه فوسفاتيديل إيناسيتول، ما أسميه باسم الأيزومير مالته، لا أسميه باسم الأصلي. أو يرتبط ويا فوسفوتيديل تمام، يرتبط ويا فوسفوتيديل غريسرول تمام. فهنا شنو هو أصلاً فوسفوتيديل غريسرول، وراح يرتبط ويا فوسفوتيديل غريسرول شو يصير؟ يصير داي فوسفوتيديل غريسرول، يعني نهاية نفس الجزيئة ترتبط عندي. إذن هنا حسب كل جروب راح يرتبط بالفوسفوتيديك أسيد، فأسميها إذا ارتبط عندي الكولين اللي هو عبارة عن O CH2 CH2 لأن ترتبط بثلاث مجاميع مثل، أسميه بالكولين، أو أسميه بالفوسفوتيديل كولين، أو أسميه بالفوسفوتيديل إيثانولامين. من يرتبط من ترتبط عندي الفوسفوتيديك أسيد يرتبط بالإيثانولامين اللي هو عبارة عن O CH2 CH2 NH3، أو بالسيرين فأسميه بالفوسفوتيديل سيرين، أو يرتبط عندي بالإيناسيتول فأسميه فوسفوتيديل إيناسيتول، أو من يرتبط عندي بالفوسفوتيديل غريسرول فأسميه داي فوسفوتيديل غريسرول. راح نجي الأول جروب اللي هو الفوسفوتيديل كولين. إحنا قلنا الفوسفوتيديل كولين يا بأنه هو عبارة عن الفوسفاتيديك أسيد راح ترتبط بمجموعة شنو؟ الكولين اللي هي عبارة عن O CH2 CH2 والN ترتبط بثلاث مجاميع مثل، أو شو نسميه؟ نسميه بالليسيتين. زين وين راح تصير عندي؟ وين راح تحدث؟ راح تحدث عندي بالسيال ممبرين. إذن أول شيء الليسيتين أو أسميه بالفوسفاتيديل كولين راح تحدث عندي بالسيال ممبرين. الفوسفو أسيل غريسرول، الفوسفو أسيل غريسرول هو عبارة، هذا عبارة عن شنو؟ هو عبارة عن فوسفو أسيل غريسرول، لأن هذه الفوسفو الفوسفوريك أسيد والغريسرول عندي تمام، فش أسميه؟ ممكن أسميه بالفوسفو أسيل غريسرول. يقول لك يا بأنه الفوسفو أسيل غريسرول راح تحتوي لي على جروب أسميه كولين، إيش أسميه؟ أسميه كولين. فيقول لك الفوسفو يعني أصلاً إيش قلنا فوسفو تديل كولين، اذا الفوسفو اسيل غليسرول راح تحتوي على الكولين. يقول لك ارذموس يعني راح تكون موجود، يعني راح تكون هي موجوده ويعتبر فوسفوليبيد موجود بوفره وين؟ بالسيل ممبرين مثل ما ذكرنا اول بدايه قلنا يحدث بالسيل ممبرين، فهو يعتبر فوسفوليبيد راح يحدث لي بالسيل ممبرين. وشي مثل لك؟ يمثل لك اللارج بورشن او اللارج بروبورشن اوف شنو؟ اوف البوديز ستور اوف الكولين، او يمثل لك الجزء الأكبر من مخزون الجسم كولين، أو من مخزون الكولين من بالجسم. زين إذن قلنا إنه شو عندنا؟ خلنا الفوسفوتيديل كولين سميناها بالليسيتين، قلنا راح تحدث بالسيل ممبرين، الفوسفو أسيل غليسرول راح تحتوي لي على الكولين قلنا، وراح تعتبر هي فوسفوليبيد تمام موجودة بوفرة بين بالسيل ممبرين، وتمثل لك اللارج بورشن أو اللارج بروبورشن of the body's storage of the colon.
راح تمثل لك الجزء الكبير من مخزون الجسم كولين. زين يقول لك الكولين هو امبورتنت، هو مهم وين؟ بالنيرفس الترانسميشن، بالناقلات العصبيه كالاسيتايلكولين وشنو، وكمخزون او كستور المثل جروب، يعني هو يكون خازن انمن لمجموعه المثل جروب. اذا الكولين هو يعتبر يكون امبورتد بالنيرفس ترانسميشن كالاسيتايلكولين واند الستور اوف الليبل مثل جروب. عندنا الداي داي بالموتوري لستين. الداي بالموتوري لستين هو عبارة عن 16 كربونة، تمام؟ هو عبارة شنو؟ عبارة عن 16 كربونة. إلى التأثير عليه من على السيرفس أكتيف إيجنت، تمام؟ وشو يكون المكون الرئيسي مالته؟ هو السيفريكنت. هذا السيفريكنت شنو فائدته؟ فائدة أكو بالأثناء التنفس ما يخليك الحويصلة تنطبق كلش، ففد رينج إلها يعني بالشهيق وبالزفير تنتفخ، تمام؟ أثناء الشهيق يعني تفش يعني تنزل، تمام؟ مستواها أثناء شنو؟ أثناء الزفير، تمام؟ زين فما اكو فلازم اكو ماده ما يخليها شنو تنطبق هذا كلش، يعني الحويصله الهوائيه ما يخليها تنطبق كلش. زين شنو هذا المكون، شنو هذا اللي نعتبره شنو نعتبره سيرفس اكتيف ايجنت اللي هو المكون الرئيسي السيفريكنت؟ هذا هو السيفريكنت، هو اللي راح يمنع لك الاتيجن، هو اللي راح يمنع لك الالتصاق. زين اذا مثلا السيفريكنت غابت عندي it is absence from the lung، اذا غابت عندي وخصوصا ما يصير عندي بالاطفال فسبب لي مرض او سبب لي فد متلازمه، شو اسميها؟ اسميها respiratory distress او distress syndrome، يسمونها respiratory distress syndrome. او قلنا معظم الفوسفوليبيد الساتوريتد اسيد راديكال راح تكون بالبوزيشن نمبر 1، لكن insaturated radical راح تكون بالبوزيشن نمبر 2 من الجليسرول. اذا هنا شنو اخذنا؟ اخذنا الفوسفاتيديل كولين اللي سميناه بالستين، قلنا راح يصير وين؟ بالسيل ممبرين. قلنا الفوسفو اسيل جليسرول راح تحتوي لي على الكولين، وقلنا يعتبر الفوسفوليبيد اللي راح يكون موجود بفروين بالسيل ممبرين، وقلنا يمثل لي اللارج بروبورشن proportion of شنو of the body's store of choline. وقلنا الكولين هو يعتبر intermediate important مهم وين؟ بين nervous transmission كacetylcholine، او يعمل شنو ك store مخزن انمن للمثل جروب. زين نجي من الداي بالمتويل بالمتويل لستين اللي هو شنو قلنا؟ عبارة عن 16 كربونة. شو راح يكون هذا؟ يكون له تأثير على من؟ على السيرفس أكتيف إيجنت اللي يكون المكون الرئيسي مالت السيفريكنت اللي شنو اللي هذا؟ راح يمنع لك الأتيجن، يمنع لك الالتصاق، تمام؟ إذا غابت هذه المادة عندي it absence from lung، إذا غابت من اللانج، تمام؟ ممكن شنو بالفات ممكن يسبب لي respiratory distress syndrome. وقلنا معظم الفوسفوليبيد الساتوريتد راح يكون الساتوريتد اسيد راديكال راح يكون بالبوزيشن نمبر 1، والانساتوريتد راديكال راح تكون بالبوزيشن نمبر 2. اذا نجي للجروب الثاني اللي هو الفوسفوتيديل الفوسفوتيديل ايثانولامين والفوسفوتيديل السيرين. الفوسفوتيديل الايثانولامين ممكن نسميه بالسيفالين، بما نسميه بالسيفالين. والفوسفو تديل سيرين، تمام؟ هو اسمه هذا. زين يقول لك هاي راح ممكن نلقاها بمعظم الانسجه. شنو اللي يختلف عن الجروب الاول اللي هو الفوسفو تديل كولين؟ فقط انه انا راح استبدل الكولين استبدله بالايثانولامين، يعني هو ستراكشر نفس الستراكشر، فقط الاستبدال راح اوخر الكولين الستراكشر مال الكولين اخلي مكان الستراكشر مال الايثانولامين والسيرين.
هو هذا بالنسبة لهذا الجروبين ذني. أما الفوسفوتيديل الإناسيتول تمام اللي هو شنو بريكورسر أوف السكوند مازنجر، يعني هو فد ينطي فد مقدمة إلمن لإلمن للسكوند مازنجر. السكوند مازنجر معناها الإعاز الثانوي، إعاز ثانوي فد فد هذه المادة فتقوم بالإعاز الثانوي تمام اللي هو الفوسفوتيديل الإناسيتول. فيقول لك هنا ذا الإناسيتول تمام هو راح يكون حيكون موجود، يكون موجود بالفوسفوتيديل إناسيتول. زين الإناسيتول شنو الأيزومير مالته اللي هو المايو، المايو إناسيتول. زين عندك الفوسفوتيديل إناسيتول 4-5 داي فوسفيت تمام أو باي فوسفيت. فايش تعتبر؟ راح تعتبر فد مكون مهم important constituent المن للسيل ممبرين تمام. يعتبره فد مكون مهم هذا، يعني إذا جاب شنو المكون المهم للسيل ممبرين، وهذا كان من ضمن الخيارات اللي هو الفوسفوتيديل إناسيتول 4-5 باي فوسفيت تمام. فراح اختار هذا الاختيار. إذن الفوسفوتيديل إناسيتول 4-5 باي أو داي فوسفيت تمام، هي تعتبر يعني كفوسفوليبيد تمام مهم بين بالسيل ممبرين. يقول لك stimulation by the suitable hormone الأغونيست. زين يقول لك إذا أنا إذا سويت تحفيز عن طريق هرمون، هذا الهرمون ممكن يسوي لك يسوي كليفج، ممكن يفكك لك يا هو الفوسفو إناسيتول 4-5 باي فوسفيت. ممكن شنو عبرش أكو ستراكشر إلين واضحة؟ لا ما الفوسفوتيديل إناسيتول 4-5 شنو ممكن يصير بعملية كليفج يتفكك. إذا تفكك الفوسفوتيديل إناسيتول هو شو يكون بيه؟ يكون بيه شنو فوسفات واحد تمام؟ شو يكون بيه؟ لأن فوسفو قلت فراح يكون بي فوسفيت واحد. زين وعندي انا هناك 4-5 باي فوسفيت، اذا عندي فوسفيت واحد و 4-5 اذا يصير تراي فوسفيت. حلو هذا فد من يصير كليفج راح ينطيني تراي فوسفيت. وش ينطيني بعد؟ ينطيني التراي اسيل، العفو ينطي مو تراي، لان انا عندي اصلا ايش عندي؟ عندي بس اثنين، لان هذا اكو كان احنا هو الاسيل، احنا مش تراي اسيل جليسرول، هو عباره عن جليسرول بثلاث مجاميع اسيل، لكن انا كان عندي مرتبط فوسفيت، فوسفوريك اسيد كان مرتبط بالبوزيشن نمبر 3 تمام. فاذا ايش عندي؟ ايش بقى عندي؟ عندي بس اسيل اثنين. فاذا شنو داي اسيل جليسرول؟ اذا الفوسفوتيديل إناسيتول 4-5 باي فوسفيت من راح يصير بعملية كليفج يتفكك عن طريق الهرمون تمام، فينطيني داي أسيل جليسرول وشنو وينطيني الإناسيتول ترايفوسفيت، وهذا الاثنين شنو هيعملن؟ راح يعمل كسكوند مازنجر. نجي للكارديولبين. الكارديولبين هو عبارة عن فوسفوتيديل جليسرول وفوسفوتيديل جليسرول اللي وصار داي داي فوسفوتيديل جليسرول. نسمي شنو؟ نسمي باسم شنو الكارديولبين. راح يكون موجود وين؟ راح يكون موجود بالميتوكوندريا. فهذا مميز هناك، يعني اللي اخذناه سلمبرين فهذا شو يكون موجود بالميتوكوندريا. فالفوسفوتيديك اسيد از بريكورسر اوف الفوسفوتيديل جليسرول اللي راح يعطيك الكارديولبين. يعني انا اقول لك الفوسفوتيديك هي راح تكون بريكورسر المن، يعني تكون هي تكون كبريكورسر انمن للفوسفوتيديل جليسرول. وهو اصلا الفوسفوتيديل جليسرول ايش راح ينطيك؟ ينطيك الكارديولبين. شو ينطيني؟ ينطيني الكارديولبين. راح نجي لللايزو فوسفوليبيد. من اذكر من اشوف مقطع لايزو انه احنا بالبوزيشن نمبر 2، البوزيشن نمبر 2 بالنسبه للجليسرول ما راح القى مجموعه اسيد، ما راح ألقى مجموعة أسيد. فإذا اللايزو فوسفوليبيد إذا ماكو أسيد موقع اثنين، يعني ماكو أفاتي أسيد موقع اثنين تمام، تكون هي آر إنترميديات إن الميتابوليزم أوف الفوسفو إغريسرول. This آر فوسفو إغريسرول contain only one acyl radical. شو هتتوي؟
راح تحت اسا نجي او بدال هذا نجي الستركتشر. هذا الستركتشر زين، هذا الستركتشر عندي شو يحتوي لي هسه؟ هذا هو عباره نفس الفوسفاتيديل، الفوسفاتيديل كولين، لكن الفرق شنو؟ الفرق انه فقط بالبوزيشن نمبر 2 ما راح يكون عندي مجموعه اسيد، لذلك اسميه باللايزو فوسفوليبيد. من اشوف اللايزو فوسفوليبيد انه بالبوزيشن نمبر 2 شنو؟ ماكو عندي شنو؟ ماكو عندي مجموعه اسيد، اذا فقط اسيد وحده اللي راح تكون هذه، فقط هذه مجموعه الاسيد. زين، وهذا عندي الكولين. زين، فش يقول لك؟ يقول لك يابا راح تحتوي فقط على شن؟ على 1 اسيل راديكال. اللايزو فوسفو تديل كولين هو مثل هذا الستركتشر، هو ذا اللايزو. هو ذا عباره شنو؟ عباره عن هسه اذا موجودنا بالبوزيشن نمبر 2 هنا موجود عندي اسيد، فاسميه شنو؟ اسميه فوسفو تديل كولين، لكن بما انه ماكو شنو؟ ماكو مجموعة أسيل، فأسمي شنو؟ بالفوسفو أو لايزو فوسفو تديل كولين، أسمي باللايزو شنو؟ ليسيثين، لأنك سميها شنو؟ ليسيثين، فأنا أسمي باللايزو ليسيثين. راح يكون مهم بالميتابوليزم وكذلك بالإنتر كونفيرشن مات الفوسفو ليبيد، يعني بالتحول البيني مات الفوسفو ليبيد. إذا هذا راح يكون مهم بالميتابوليزم، وراح يكون بالإن كونفيرشن مات الفوسفو ليبيد. زين، it also found in oxidized lipoprotein. فهذا اللي هو عبارة عن اللايزو فوسفوتيديل كولين راح ألقى فد بروتين مؤكسد. يعني شلون مصدع؟ يعني فد بروتين بيصير بس شلون صدعات؟ فهذا اللايبوبروتين هو ناقل. زين، فمن يصير بي الأكسدة، بيصير بي أكسدة، يعني شلون صدعات؟ فهذا ما راح شنو يمشي هواي، يجوز مسافة يمشي إنه بيوقف. ليش؟ لأن يعني بيصدعات، تمام؟ فهذا اللايبو بروتين راح شنو؟ يوقف. فمن يوقف شنو راح يصير عندي؟ راح يصير عندي تصلب بالشرايين. راح يصير عندي؟ لأن أكيد راح يصير وين يوقف؟ يوقف مجرى الدم. شنو راح يصير عندي؟ راح يصير عندي تصلب بالشرايين، الأرثروسكلروسيس. إذن هذا السلايد قلنا اللايزو فوسفوليبيد هو يعتبر انترميديت ذا ميتابوليزم اوف الفوسفوغليسرول. قلنا اللايزو انه انا خلي ببالي اشوف كلمه لايزو معناها انه البوزيشن نمبر 2 بالنسبه للجليسرول ما راح القى مجموعه الاسيل ريديكل، القى فقط اسيل ريديكل، يعني 1 اسيل ريديكل هو بالبوزيشن نمبر 1. اذا يقول لك this are phospho acyl glycerol containing on one only one acyl radical. زين، هنا اللايزو هنا فد مو ماخذ مثال، يعني اللايزو فوسفو تديل كولين اللي هو اللايزو 60 راح يكون مهم بالميتابوليزم وكذلك بالانتر كونفرشن اوف الفوسفوليبيد. وقلنا انه راح نلقى بيه فد لايبوبروتين مؤكسد، صارت بعمليه اكسده، تمام؟ شو راح يسبب لك؟ هذا ممكن يسبب لك شنو؟ التصلب بالشرايين. نجي للبلازمولوجين. هاي ممكن تحدث لي وين؟ تحدث لي بالبرين وبالمسلز. This compound constituent، هذه المكونات تمام او constituent راح تكون موجودة 10% من الفوسفوليبيد، مو موجودة، موجودة بالبرين وبالمسلز. زين، هسه نجي لهذا الستركتشر. هذا الستركتشر من اباو عليه هو راح يشبه من؟ يشبه الفوسفوتيديل ايثانولامين اللي يسمى بالسيفالين، هو شبه، لكن الفرق وين؟ الفرق يكون عندي بالبوزيشن نمبر 1 هنا ماكو مجموعة أسيل، مجموعة الأسيل مستبدلة بمن؟ مستبدلة بالإيثر الـ ROR. بمن مستبدلة؟ مستبدلة بالإيثر اللي هذه الـ O، هذه مجموعة الـ R وهذا الـ R، تمام؟ اذا شو يقول لك هنا؟ وش زين، هنا عندك فوسفوريك اسيد، وهنا عندنا الايثانولامين اللي هو سميناه بالسيفالين. زين،
نجي يقول لك البلازما، البلازما قلنا تحدث بين تحدث بالبرين، البلازمولوجين تحدث بالبرين وبالمسلز. فشو يقول لك تشبه من راح تشبه الفوسفوتيديل إيثانولامين، لكن مجموعة الأسيد غريسور بما تبدل تستبدل عندي بالإيثر. شو حسنين راح يصير هنا عندي إيثر، ارتباط إيثر وين بالبوزيشن نمبر 1. زين هنا طبعا شو تكون عندي هذا، هذا الكيل هو عبارة عن الكيل الار، هو الكيل هنا الار، هذه الار، الار هذه، هذه الار، هذه شو راح تكون؟ راح تكون انساتوريتد، لان شنو؟ لان بيها عصره مزدوجه، فايش تكون هي؟ تكون انساتوريتد الكول. زين هنا يقول لك النقطه الاخيره، يقول لك هذا الكولين العفو الايثانولامين، هذا الايثانولامين ممكن انا استبدله باي جروب ثاني، ممكن استبدله بالكولين، ممكن استبدله بالسيرين، ممكن استبدله بالإناسيتول، اي من ذني الجروب ممكن استبدل شنو؟ استبدله بال استبدل الايثانولامين مبين بالكولين بالسيرين وبالإناسيتول. اذا هذا الشيء شنو؟ اخذنا البلازمولوجين، قلنا راح تحدث بالبرين وبالمسلز، تمام؟ قلنا هي تشبه من؟ تشبه لي الفوسفوتيديل ايثانولامين، لكن الفرق وين راح يصير عندي؟ يصير عندي بالبوزيشن نمبر 1 مجموعة الأسيل ماكو، شنو صار مكانها؟ مجموعة إيثر. وقلنا هنا الألكيل هو إنساتوريتد ألكول، وقلنا هنا ممكن تستبدل عندي الإيثانولامين، ممكن يستبدل عندي أخلي مكانه كولين، أخلي مكانه سيرين، أخلي مكانه الإناسيتول، تمام؟ زين نجي للإسفينيغو مايلين، he are found in the nervous system. زين العفو الاسفينيغومايلين راح تكون هي are found in the nervous system، راح تكون موجودة، تكون موجودة بالnervous system. قلنا الاسفينيغومايلين راح تكون موجوده بالنيرفس سيستم، اذا اكيد موجوده بالبرين وبالنيرفس تشو. زين هو هذا الستركتشر، هذا شنو هذا؟ هذا هو عباره عن الاسفينيغومايلين. خلينا نجي للاسفينيغومايلين. هذا الاسفينيغومايلين مكوناته شنو؟ مكوناته كولين، مكوناته الفوسفوريك، الفوسفوريك أسيد، مكوناته فاتي أسيد، مكوناته شنو؟ هذا الكحول، بس الكحول مو غليسرول، هو شنو؟ الاسفينيغوسين. هذا شنو؟ هذا كله اللي هو عبارة عن شنو؟ عبارة عن الاسفينيغوسين. زين إذن أنا من هسه مثلا شنو عرفنا مكونات شنو؟ مكونات من؟ مكونات الاسفينيغومايلين، قلنا الكولين، الفوسفوريك أسيد، الفاتي أسيد، والاسفينيغوسين. زين اذا سويت عمليه تحلل، سويت عمليه تحلل هيدرولايسس لمن؟ للاسفينيغومايلين، فش راح ينطيني؟ اكيد شو ينطيني؟ ينطيني كولين، ينطيني فوسفوريك اسيد، ينطيني فاتي اسيد، او ينطيني يسمونه امين الكول اللي هو الاسفينيغوسين. زين الاسفينيغوسين هذا الفاتي اسيد، فاتي أسيد ويا الاسفينيغوسين إذا اجتمع عن سوى شو يصير؟ ينطيني فد اسم اسمه السيراميد. فاتي أسيد ويا الاسفينيغوسين شو ينطيني؟ ينطيني السيراميد، ينطيني السيراميد. إذن قلنا إنه الاسفينيغوسين أو الاسفينيغومايلين حيكون موجود بالبرين وبالنيرفس تشو، عملية الهيدرولايسيس تحلل راح ينطيني فاتي أسيد، ينطيني فوسفوريك أسيد، ينطيني الكولين، تمام، وينطيني الاسفينيغوسين، مو نوع غليسرول. الكحول شو يكون؟ من نوع الاسفينيغوسين، لان جينا اسفينيغومايلين. زين او قلنا انه اذا الاسفينيغوسين ويا فاتي اسيد بلس فاتي اسيد، يعني زائد فاتي اسيد، شو ينطيني؟ ينطيني السيراميد. ستاكشر also found in، ممكن هذا القاه وين؟ القاه بالجلايكو اسفينيغو ليبيد، اكيد لان احنا
هذا هو عبارة عن كومبلكس ليبيد. الكومبلكس ليبيد احنا قلنا ممكن يتكون لي من فوسفوليبيد وجلايكوليبيد. الفوسفوليبيد مكوناته شنو؟ الكحول. الكحول عادي بالفوسفوليبيد، ممكن يكون جليسرول وممكن يكون سفينوغلايسين. ويا الكحول شنو؟ فاتي اسيد. ويا الفاتي اسيد شو يكون؟ يكون فيسفوريك اسيد. هاي وين بها حالة؟ هذه بحالة شنو؟ بحالة الفوسفوليبيد. اما بحالة الجلايكوليبيد مثل ما وضحنا له لازم تكون نوع الالكول شو يكون؟ يكون سفينوغلايسين كحول ويا فاتي اسيد. شنو المكون الثالث اللي هو كحول وفاتي اسيد وجلايكو يعني كربوهيدرات؟ ممكن يكون جلوكوز جلوكوز، تمام؟ يعني ويا كربوهيدرات. زين اذا نعيد، السينيغومايلين راح يكون موجود بالنيرف تشو، ممكن بالبرين موجود بالنيرف، موجود كميات كبيره بالنيرف وبالبرين. عمليه التحليل مالته ممكن يعطيني فاتي اسيد، ممطيني فوسفوريك اسيد، ممكن يعطيني الكولين، ممكن يعطيني الامينو الكولي اللي هو السفينوغلايسين. قلنا عمليه الاتحاد السفينوغلايسين، عمليه البلاس مالت السفينوغلايسين وهي الفاتي اسيد ويعطيني السيرامايد. وهذا يقول لك الستراكشر ممكن القاه وين؟ بالجلايكو السفينوغلايبيد. نجي لهذا السلايد. الجلايكوليبيد، الجلايكوليبيد هو عبارة عن ليبيد. احنا الليبيد اخذنا قبل شوي ذكرناها، ممكن يكون سمبل ليبيد اللي هو مكون من الفات والوكسس، وممكن يكون كومبلكس ليبيد اللي هو مكون من فوسفوليبيد وشنو؟ وكومبلكس الفوسفوليبيد والجلايكوليبيد او البريكورسر النوع الثالث. الجلايكوليبيد شنو يعتبر؟ يعتبر الجلايكوليبيد هو نوع منين؟ من الكومبلكس ليبيد. مكون منين؟ مكون من كحول من نوع السفينوغلايسين، مكون من فاتي اسيد، ومكون من كربوهيدرات. مكون من كربوهيدرات. فاذا ذاكر اللي بين قوسين، ذاكر الجلايكو معناها جلايكو اللي هي عباره عن كربوهيدرات، والسفينوغلايسين هو الكحول والليبيد والفاتي اسيد. يقول لك ار امبورتنت ان النيرف تشو، وين موجوده؟ موجوده بالنيرف تشو، وكذلك بالسيل ممبرين. زين يقول لك الجلايكوليبيد راح تكون موجوده بشكل واسع وين؟ فيري تشو اوف البودي، تمام؟ وبشكل خاص وين موجوده؟ موجوده بالنيرف تشو، وموجوده بين مثل البرين. مثل من؟ مثل البرين. زين يقول لك وين راح تحدث بشكل خاص؟ بالاوتر ليفلت. يعني هو الترجمة يقول لك النشرة الخارجية مالت البلازما ممبرين، يعني نقدر نقول الغشاء الخارجي للبلازما ممبرين. اذا وين راح تحدث؟ راح تحدث بالاوتر ليفت مالت البلازما ممبرين، تمام؟ الكونتريبيوت اللي شنو؟ اللي راح تساهم لي شنو؟ بتكوين شو ساين؟ السيل سيرفيس كاربوهيدرات، تمام؟ سطح الخلايا مال من؟ يعني سطح الخلايا للكربوهيدرات. اذا هي حتكون مسؤوله بتكوين شنو؟ الكربوهيدرات على من؟ على سطح الخليه. شنو بتكون مسؤوله؟ تكون مسؤوله بتصنيع الكربوهيدرات على من؟ على او تكوين الكربوهيدرات على من؟ على سطح الخليه. اذا شنو اخذنا؟ اخذنا الجلايكوليبيد، قلنا عباره جلايكو اسفينوغوليبيد يكون مهم بالنيرف تشو والسيال ممبرين. قلنا الجلايكوليبيد راح يتوزع بشكل واسع بالتشو مالت البودي، وبشكل خاص راح نلقاه بالنيرف تشو مثل البرين. قلنا راح تحدث بشكل خاص وين؟ بالاوتر ليفلت مال من مالت البلازما ممبرين، واللي راح تساهم لي بتكوين شنو؟ تكون الكربوهيدرات على من؟ على سطح الخليه على السيال سيرفس. لما جرى الجلايكوليبيد فاوند ان انيمال تشو، اذا يعتبر هو الجلايكوليبيد الرئيسي الموجود بين انيمال تشو اللي هو شنو؟ الجلايكو اسفينوغوليبيد، اللي هو الجلايكو اسفينوغوليبيد او الجلايكوليبيد. زين يقول لك هنا شو حيكون عندي؟ حيكون عندي ثلاث انواع منين؟ راح يكون عندي ثلاث انواع من الجلايكو ليبيد. الجلايكو هو كربوهيدرات، زين هاي الكربوهيدرات ممكن تكون جلوكوز، ممكن تكون جلوكتوز، تمام؟
وممكن تكون غانجليو. زين الجالكتو اللي شوف جالكتو شوف قلنا جالكتو سيل سيرومايد. السيرومايد اتفقنا هو عبارة عن سفينيغوسين وفاتي أسيد. شي يجي يرتبط به؟ يرتبط به الجالكتو الجالكتوز اللي هو ال الإيبيميرز المن الجلوكوز اللي راح يصير الاختلاف وين بالبوزيشن نمبر 4 ال OH بدل من هي جوا راح شو يصير؟ يصير فوق تمام؟ إذن الجالكتو أسيل. ليش قلنا أسيل؟ لأن الجالكتو راح يرتبط بالسيرمايد بالسيرمايد. وش قلنا من يرتبط بالسيرمايد؟ يعني هو ريزيديو. شنو هو ريزيديو؟ فنذكر مقطع ال SYL. زين هو مجر جلايكو الجلايكو السفينيغوليبيد وين راح يكون موجود بالبرين and other nerve tissue مثل ما ذكرنا فوق، وممكن نلقاها بكميات قليلة وبعض المناطق. زين فهذا الجلاكتو الجلاكتوسيل سيرومايد فت به خاصية. شنو هذه الخاصية؟ انه الفاتي اسيد راح تكون مكونة من 24 كربونة مثل من مثل السيريبرونيك اسيد. يقول لك انه الجلاكتو اسيل سيرومايد ممكن يصير بها كونفيرتد، ممكن تتحول لمن للسولفو جلاكتو اسيل سيرومايد تمام، اللي راح تكون موجوده بريزنت ان هاي اماونت ان المايلين، راح تكون موجوده بكميات عاليه وين بالمايلين الخليه العصبيه. اذا شو اخذنا على الجلاكتو اسيل سيرومايد؟ قلنا هو راح يكون يعني هو فاد جلايكو سفينوغليبيد اساسي او رئيسي حيكون موجود بالبرين اند اذر تشو او انا اذر عفوا اند اذر نيرفس تشو، وممكن نلقاه بكميات قليله ببعض المناطق. يقول لك يحتوي لي يعني فت خاصيه به انه يحتوي لي على 24 كربونه فاتي اسيد اللي هو مثل من مثل السيربرونيك اسيد. قلنا الجلاكتو اسيد سيرومايد يصير بها كونفيرت تتحول المن ممكن تتحول لي للسولفو جلاكتو اسيد سيرومايد اللي راح تكون موجوده في هذه الماده سولفو جلاكتو اسيل سيرومايد، ممكن موجوده بكميات كبيره بريزنت ان هاي اماونت وين بالمايلين. نجي للنوع الثاني من الجلايكوليبيد اللي هو جاي من كلمه جلوكوز، فجلوكو اسيل قلنا المقطع الاسيل الاس اي ال الاس واي ال عفوا هو معناه ريزيديو. زين اذا الجلوكو سيل سيرومايد تمام راح تكون هي هم تكون ذاك المجر، ذاك يعتبر الجلاكتو هو المجر جلايكو اسفينوغوليبيد. هذا شيء يكون يعني بسيط سمبل جلايكو اسفينوغوليبيد موجود بالاكسترا نيورال تشو، وممكن القاها بالسمول اماونت وين بالبرين، ممكن القاها كسمول اماونت وين بالبرين. يقول لك الجانجليو سايد هو عبارة أساس. شنو أخذنا ثلاثة من الجانجليو العفو ثلاثة من الجلايكو اسفينوغوليبيد، يا أما جلاكتو سيل سيرومايد أو جلوكو سيل سيرومايد والجانجليو سايد. النوع الأول الجلاكتو البي جلاكتوز راح يكون هو شنو مجر، المجر شنو المجر الجلايكو اسفينوغوليبيد. الثاني يكون سمبل جلايكو اسفينوغوليبيد، هذا يكون كومبلكس جلايكو اسفينوغوليبيد، يكون اللي هو مشتق من الجلوكو اسيل سيرومايد. لكن شنو اللي بيها يعني يقول لك هو ياب الجانجليوسايد هو عباره عن جلوكو سيل سيرومايد، لكن هذا الجلوكو سيل سيرومايد راح ترتبط بها اما جزئيه واحده او جزئيتين من السيالك اسيد، السيالك اسيد اللي اخذناه احنا بالمحاضره السابقه تمام، اللي احنا قلنا اللي حيكون يعني المكون مالته النيورامينيك اسيد تمام. اذا هسه شنو الجانجليوسايد؟ هو يعتبر كومبلكس جلايكوسينوغوليبيد مشتق منين؟ مشتق من الجلوكو اسيل سيرومايد. ايش يكون وياه؟ يحتوي لي على وان اور مور مولكيولز منين من السيالك اسيد. زين احنا قلنا شنو؟ فيقول لك المبدا مالت السيالك اسيد هو النيورامينيك اسيد. اذا النيورامينيك اسيد هو ذا برينسيبل سايليك اسيد يكون موجود بالهيومن تشو. فيقول لك الجانجليوسايد ايضا راح يكون موجود وين؟ يكون موجود بالنيرفس تشو بكميات عالية. ذا سمبل جانجليوسايد ممكن نلقاه بالتشو كجي ام 3. شنو هذا جي ام 3؟ جي هو معناه جانجليوسايد،
الام، الام هذا الام الحرف راح يقول لك كم سيالك اسيد موجود عندي، لان احنا قلنا ممكن يكون موجود عندي 1 or more molecules من السيالك اسيد. فهنا راح يحدد لك، يقول لك يوضح لك كم سيالك اسيد شنو موجود عندي، كم سيالك اسيد راح يكون موجود عندي. اذا 1 يقول لي مونو يذكر لي ام، اذا 2 يذكر لي دي، اذا 3 يذكر لي تي. الثلاثة الرقم هذا الرقم جي ام 3 هذا راح يحدد لك الموقع الجانجليوسايت بالكروماتوغرافي اللي اخذناها بالمرحله الثانيه. فيقول لك هذا الجي ام 3 راح يحتوي لي شنو، يحتوي لي على السيرومايد، السيرومايد يولد سفينيكوسين ويامن واي الفاتي اسيد، ويحتوي لي جزء واحده من الجلوكوز وجزء واحده من الجلكتوز وجزء واحده من السيالك اسيد. واضح؟ زين. يقول لك هنا الجي ام 1 مور كومبلكس جانجليوسايد منين؟ من الجي ام 3. يقول لك يابا الجي يعني الجي جانجليوسايد، الام معناها عندي السيالك اسيد واحد، الواحد معناه موقعه بالكروماتوغرافي بموقع رقم واحد. فهذا بما انه موقع رقم واحد راح يكون اكثر تعقيد من يكون بالموقع رقم ثلاثة. تمام؟ زين. الجي ام 1 راح يعمل كريسبتر، شو يعمل لي؟ راح يعمل لي كريسبتر وين؟ بالهيومن انتستين، بالامعاء مالت الهيومن. تمام؟ المن للكوليرا توكسين، المن للكوليرا. اذا الجي ام 1 راح يكون اكثر تعقيدا من الجي ام 3، والجي ام 1 راح يعمل كريسبتر وين؟ بالهيومن انتستين، المن ضد المن ضد الكوليرا. other ganglioside can contain anywhere from 1 to 5 molecules of lysialic acid giving rise di tri، يعني يقول لك حسب lysialic acid موجود من 1 ل 5، ممكن يكون مونو، ممكن يكون داي، ممكن يكون تراي، ممكن يكون تترا. شنو lysialic او lysiala ganglioside والى اخره. لهنا تنتهي المحاضرة، لهنا ذن عبارة عن هذه اللي هو ذن هاي جاي وضح شنو يوضح لنا، يوضح لك، يوضح لك ال ها إيه، وضح لك ال الجلايكوليبيد هنا شنو، هنا شنو مرتبط بيها؟ هذه مرتبط بيها الجلكتوز، هذا فاتي أسيد، هذا السفينيكوسين، السفينيكوسين والفاتي أسيد ينطين السيرومايد. شوف السيرومايد شو ارتبط عندي، ارتبط عندي السكر الجلكتوز. وهذا هميا جزء واحدة، شوف جزء واحدة من السيرومايد، يعني السيرومايد هو عبارة عن السفينيكوسين، السفينيكوسين وفاتي أسيد، جزء واحدة جلوكوز، جزء واحدة جلكتوز. تمام؟ وشنو جزء واحدة منين؟ من السيالك أسيد. هذه المحاضرة الثانية مالت الليبيد، المحاضرة رقم 4 بالتسلسل المحاضرات.